بنصبح على حضراتكم مرة تانية، ودلوقتي جه معانا مع أخبار الطقس بالتفصيل. وقاية الأرصاد بتتوقع أن النهاردة في ارتفاع في درجات الحرارة، والطقس هيكون حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، دافئ على السواحل الشمالية. بالليل الجو هيكون مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ولطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. تفاصيل أكتر عن حالة الطقس معانا على تليفون دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه دينا، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك، حابين نطمن منك عن حاله الطقس النهارده، والناس كلها بتسالني وتقولي هو الجو هيفضل حر كده ولا هيرجع يبرد مره تانية؟ احنا طبعا يمكن اليوم في استمرار لارتفاع قيم درجات الحراره، اليوم هيكون في ارتفاع اخر في قيم درجات الحراره عن امس بمعدل من درجه لدرجتين، لان اليوم متوقع العظمى على القاهره الكبرى تكون 30 درجه مئويه خلال فتره النهار، وده بسبب ان احنا بنتاثر بالكتل الهوائيه الصحراويه، ده بتؤدي لارتفاع قيم درجات الحراره. كمان في امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، ده بيعمل على زياده فترات سطوع اشعه الشمس بالشكل الكبير، فبيساعد ده على ارتفاع قيم درجات الحراره خلال فتره النهار، واحساسنا بالاجواء الحاره في معظم محافظات الجمهوريه زي الوجه البحري، القاهره الكبرى، شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، ايضا اجواء ما بين الدافيه المائله للحراره على المناطق الساحليه المطله على البحر المتوسط، ده بيكون في فتره النهار وتحديدا في فتره الظهيره مع شبه الاشعه الشرقي. العكس تماما بيحصل فترات الليل، طبعا مع غياب اشعه الشمس بيحصل انخفاض في قيم درجات الحراره، الانخفاض ده محسوس اكثر وملموس فتره الليل المتاخر، فترات الصباح الباكر ما زالت بعض المناطق في الجمهوريه فيها بروده واجواء مائله للبروده في اغلب المحافظات، خاصه كمان المدن الجديده، الاماكن المفتوحه، الاماكن اللي بيكون لها ظهير صحراوي بشكل كبير، لان ايضا اليوم متوقع ان مع فتره المساء وساعات الليل يكون في نشاط للرياح في معظم محافظات الجمهوريه، نشاط الرياح ده يساعد ان احنا نحس بتلطيف الاجواء وانخفاض قيم درجات الحراره فتره المساء، البروده فترات الليل زي ما قلنا، خاصه فتره الليل المتاخر فترات الصباح الباكر، ودايما في حالات الاستقرار في الاحوال الجويه الظاهره الجويه المؤثره طبعا الشبوره بالظبط، الشبوره المائيه اليوم كانت شبوره مائيه على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، وكانت كثيفه بعض الطرق المؤديه من والى محافظات الوجه البحري ومدن القناه وبعض المناطق من وسط سيناء، واثرت بشكل كبير على الرؤيه الافقيه، لكن هي ايضا سرعان ما بتتلاشى وبتختفي مع سطوع اشعه الشمس، يعني تقريبا بدايه من الساعه 8 صباحا الشبوره المائيه تختفي، الرؤيه الافقيه تتحسن على اغلب الطرق. الاجواء دي زي ما قلنا على مدار هذا الاسبوع كله مستمره في الارتفاعات، ذروه الارتفاعات، واعلى درجه حراره هنسجلها هتكون يوم الاربعاء اللي جاي ان شاء الله، وعظمى على القاهره الكبرى ما بين 33 ل 34 درجه مئويه، المناطق الجنوبيه الموجوده في جنوب الصعيد. انا برضو عايزين برضو يعني ننوه مره تانية على يوم الاربعاء، لان بعض الصفحات على السوشيال ميديا بتقول ان في عاصفه ترابيه شديده وارتفاع في درجات الحراره، فاحنا حابين ناخد من حضرتك المعلومه الصحيحه عن يوم الاربعاء بالنسبه للارتفاع درجات الحراره وكمان للرياح اللي هتكون مثيره للرمال والاتربه. هو طبعا هيكون في ارتفاع في قيم درجات الحراره، بس مش بالتهويل الكبير في المناطق الشماليه، الارتفاع ده بيشمل اغلب المحافظات، واغلب المحافظات فيها ارتفاعات ملحوظه وهتكون اعلى من المعدلات الطبيعيه بحوالي 6 درجات، لكن العظمى على القاهره الكبرى ما بين 33 34 درجه مئويه، المناطق الجنوبيه في الاقصر واسوان هي اللي هتسجل 37 ل 38 درجه مئويه، فالارتفاعات الملحوظه اكثر في المناطق الجنوبيه الموجوده في جنوب البلاد بالظبط كده. بالنسبه للاتربه والرمال المثاره، هو بالفعل هيكون في نشاط للرياح المثير للرمال والاتربه على الاماكن المكشوفه، لكن مش هيوصل لحد العاصفه، فطبعا هنخلي بالنا من الاتربه والرمال المثاره، ومع يوم الخميس تبدا تهدا الاتربه والرمال المثاره وتعود درجات الحراره ثاني بال 30، يعني مش هيحصل انخفاضات بعدها مباشره، هو انخفاض عن ذروه الارتفاعات تعود ثاني لل 30 درجه مئويه، فالاسبوع ده كله هيحتفنا بالاجواء الحاره موجوده معانا بشكل كبير. درجات الحراره لو حصل فيها انخفاضات فتره النهار مش هتبقى نرجع ثاني للاجواء البارده، يعني احنا مش يعني خلاص يا دكتور نطلع الهدوم الصيفي. انا لحد دلوقتي يعني كل الناس تسالني اقول لاولادنا لا خلينا زي ما احنا لحد شم نسيم زي ما احنا اتربينا واهالينا عودونا، نطلع من دلوقتي بقى خلاص اللبس الصيفي؟ لا هنستنى شويه لان احنا لسه فترات الليل عندنا بروده، هو فعلا احنا لسه هنستنى شم نسيم، يمكن بعد شم النسيم، لان فتره الليل فيها بروده او فتره الصباح الباكر وفرق قيم درجات الحراره ده ممكن يسيبنا بنزلات البرد، فاحنا مفيش مشكله نخفف بالنهار، يعني نرتدي ملابس خفيفه فتره النهار او ممكن نرتدي الملابس شتويه خفيفه او خريفيه، لكن فترات الليل هنأكد عليها بلاش تخفيف
الملابس خاصه للاطفال هم رايحين المدارس فتره الصباح الباكر او احنا رايحين اشغالنا، تجنبا طبعا لنزلات البرد. طبعا مرضى الحساسيه الصدريه والجيوب الانفيه ناخد بالنا بشكل كبير يوم الاربعاء ان شاء الله، واحنا خارجين نرتدي الكمامات ونتابع النشرات الجويه عشان لو في اي تحديث في الاحوال الجويه، ودايما الربيع معروف بتغيرات الجويه. طبعا طبعا انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتوره منار غانم على المتابعه اليوميه معانا، عضو مركز الاعلام بهيئه الارصاد الجويه، شكرا جزيلا لحضرتك. خلونا دلوقتي نتابع معاك درجات الحراره المتوقعه النهارده. هنبداها من القاهره العظمى 30 الصغرى 18، العاصمه الاداريه 30 18، اسكندريه 35 16، العلمين الجديده 24 16، مطروح 23 14، دمياط 25 16، بورسعيد 24 17، اسماعيليه 31 18، السويس 31 17، العريش 26 16، كاترين 23 10، طابة 27 18، حلايب 28 22، شلاتين 31 20، شرم الشيخ 31 20، الغردقة 31 20، الفيوم 30 15، بني سويف 31 15، الوادي الجديد 33 19، أسيوط 30 16، سوهاج 32 17، قنا 35 19، الاقصر 35 19، واخيرا اسوان 34 20. حاولنا نطمن حضراتكم عن حاله الطقس النهارده، يا ريت ما نخففش الملابس. وبالنسبه ليوم الاربعاء اللي مضطر ينزل من مرضى حساسيه الصدر والجيوب الانفيه لازم يرتدي الكمامه، ولكن يفضل ان انتوا اليوم ده ما تتعرضوش للاجواء الخاصه بالاتربه والشوائب العالقه اللي هتكون مثيره، رياح مثيره للرمال والاتربه. هرجع مره ثانيه لمصطفى وبسنت عشان نكمل معاكم فقرات صباحيه مصر. شكرا ليك يا دينا. شكرا ليك.